ايوه بسرعه بقى قبل ما الزبون ده يجي. اديله بقى، اديله على دماغه. الف 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 شكر. اوكي هنروح نودي الفلوس. تمام ولا هنعمل ايه؟ اوكي عايزين 27,500 عشان بورنو، عشان ياخد الفلوس بتاعته. هتفتكروا نعمل ايه بقى عشان نجيب ال2000 دولار اللي باقيين دول؟ ممكن نعمل ايه؟ ممكن نروح متجر الاسلحة ده، نقلب الراجل، ناخد حتتين سلاح ونديهم للاخ بورنو ده، بدل نديهم له بدل ال2000 دولار. خلينا نشوف. السلام عليكم يا صاحبي، عندك أسلحة؟ ناقص فلوس. ها انزل على جود افترنون بلا بتاع. اوكي خدنا 640 دولار. اهرب اهرب. اهرب يا ولد، اجري 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 يلا اجري. يا نهار اسود، البوليس ايه مستنيني على الباب؟ يلا يا اسطى خش محل انتيكات نقلبه. السلام عليكم يا صاحبي، عندكم فلوس؟ هبت هاتي فلوس، هاخد فلوس واتكل على الله. 129 دولار. هاي اوه في بوليس هنا، انت ولا ايه؟ انت مالك انت يا عم؟ انا بسرق البيت، انت مالك؟ اوه وبعدين بقى في الشرطه دي اللي في كل حته، يخرب بيوتكم. اهرب اهرب اهرب. هاي يا ولد، انتوا ايه بتدردشوا مع بعض؟ انزل 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 يا صاحبي، انزل انزل بعد اذنك. رن يا هبل، انت بتجري. يلا يا باشا يلا. ايه انت مقفل النهارده ولا ايه يا اسطى؟ افتح. السلام عليكم، ازيك يا صاحبي؟ ده انا شتمتك قبل كده، انت لسه هتفكر تطلع سلاحك. يلا بقى 400 دولار. ايه يا جدعان، لسه باقي لي لسه كمان 700 دولار. كده مش هينفع، هنقلب البلد كلها عشان نجيب الفلوس دي ولا ايه؟ يلا يلا بسرعه نصطوا على محل الهدوم ده. بعد اذنك يا طنط، بعد اذنك بقى حصته بس على على المحل بعد اذنك يعني. اسكتي اسكتي يا وليه، اسكتي يا وليه. 27,000 فاضل 500 دولار. هو وسع ياض ياض، وسع 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 قبل ما البوليس يجي يا غبي. السلام عليكم يا صاحبي، اسكت انت لسه هتقول هي هي. هات يا عم الفلوس، هات الورديه 52 دولار بس، وقتلتك على 52 دولار يا مسكين. لا اله الا الله يا جدعان، عايزين فلوس، جيب فلوس كتيره منين؟ يا نهار اسود، ده عاشر محل هدوم قصته عليه. مؤاخذة يا طنط، 124 دولار. اسكت بقى انت وهو. 27,200 باقيلي تقريبا 300 دولار. البت دي كانت بتقول فيتو، شكلها عرفاني، عرفت عليا. يا عم البلد كلها عرفتني. اوكي هنا بيقول لي ممكن انك انت تجيب عربية لبروسكي. مين بروسكي ده؟
يعني ممكن لو جبت عربية مسروقة يديني فلوسها، اللي هو بروسكي. فين بروسكي بقى ده اللي انا في الأول خالص كنت جبت له عربيات؟ انت فين يا بروسكي؟ اه هو ده بروسكي. انت بعيد اوي يا بروسكي. طب ما قلتش ليه من الاول يا معلم؟ خلاص بقى. ايوه اهو. ايه يا عم البلد دي كلها محلات اسلحه دي؟ يا نهار اسود، انت ليكم حق تبقوا عصابه. السلام عليكم. مره كام دي موتك يا ريس؟ انا موتك كتير كده والله. يعني ده 7 ارواح يا ابني. ايوه يلا بسرعه كده. 27700. اوكي يلا جمعت المبلغ، اجري بقى. يلا يلا بسرعة 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 بسرعة. زوغ 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 ارجوك، اطلع على برونو. يلا بسرعة يلا 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 يلا. اي اوه شت شت شت. ايه يا عم البوليس؟ مش تحاسب يا عم؟ هنريح يا حبيبي، مش كده تاني. يا نهار اسود، لميت البوليس عليا. يا لهوي. اجري بقى اجري اجري. يا لهوي الشرطة، الشرطة قاعدة بره. اوه اتلموا حوالين البيت. يا نهار اسود، جايبهم لك لحد عندك يا جو. هدية محترمة، مش حارمك من حاجة اهو. ايه ده؟ جو مش في البيت؟ جو مش في البيت. افتح يا زفت. اخرب بيتك يا جو. ايه ده جو؟ اوعى تكون اتوفى بعد 6 ساعات. ايه الحكاية يا عم جو؟ ما تفتح يا عم. اوكي اه بيقول لي هنا روح لإيدي، يمكن إيدي عارف طريق جو. يا عم ما بحبش إيدي ده يا عم. يا ترى جو جرالك ايه يا جو؟ ايه البوليس قاعد مستنيني تحت. يا وقعة بيضة. طلعت من الباب الامامي عشان ما يشوفونيش. نروح لايدي. يا ترى يا ايدي عارف طريق جو؟ ايدي طبعا بايت في الفندق بتاع اللي هو الفالكون، مفيش مرة يتعتع من مكانه. اوكي يا ايدي الحقني، مش لاقي جو. فينو جود يا هي. You hear what happened? Wow, what's going on? إيه اللي حصل؟ Henry's dead. Oh, يا راجل. The fucking chinks hacked him to death in broad daylight. Why? So إيه ده؟ البيت أنت بتعمل عبيط؟ Henry wanted to bring me in on some deal, but I passed. What happened? بينصب عليه بيت. Well, was stupid. He was dealing dope with the Tongs. He knew this was off limits and he got caught. Carlo let him off with a small fine and told him he'd forget about it. عارف كل حاجة عن هنري. Double crossed Henry and hacked him to pieces in the middle of the park. Shit. Ain't no doing business with the yellow man. But there's worse. Henry wasn't working alone. الله. بقول له هنري ما كانش بيشتغل لوحده. Shitload of the chinks over in Chinatown. Now they figure it must have either been us or Vinci. They already started threatening Vinci. If this don't get settled fast, we're all in deep shit. You sure you don't know nothing about it? Not a thing. انت متأكد مش عارف حاجة؟ Yeah. How about Joe? Joe? Joe was with me last couple days. أيوه جو بقى. Well, you're lucky then. Carlo's out of town right now, but when he gets back, it ain't gonna be pretty. No shit. لو اتقفشت ايدي هينفخك. يا نهار. He keeps his ear to the ground. ويلا نروح لواحد اسمه جوزيبي ندور على شو. الحمد لله ايدي ايدي ما قفشناش الحمد لله. يعني بكذب كذاب ايه؟ كذاب درجة أولى. يا ترى أنت فين يا جو؟ أنت فين يا جو؟
انت فين يا جهاد؟ جوزيبي جو ممكن يكون عند جوزيبي. يا جوزيبي، حد فاكر يا جماعة مين جوزيبي ده؟ لان انا مش فاكره بصراحة. جوزيبي جوزيبي ده اللي هو اللي جاب لي الاوضه في الاول. Hey Giuseppe, I'm looking for Joe Barber. Was he here today? Ah, Vito. Yeah, Joe came by today. Great. I've been looking for him all day. Did he say where he was heading? Well, no, he didn't. I don't think he knew himself. How come? Well, he was looking for a job, but before we managed to finish our conversation, كان بيدور على شغلانه. A few guys came and took him away. الله 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 الله، في ناس جم وخدوه. It was Vinci's people. They said Vinci. Vinci wanted a word with him. You know where he would have went? No, lo so. Maybe to that bar, the Mona Lisa. Shit. Is there something wrong? Vinci ده خدوه. عصابة فينشي. On the best of terms with Mr. Vinci these days. Yeah, Joe didn't look too happy. I got a bad feeling about this. I better go find out what's going on. I hope it's nothing serious. Buona fortuna, Vito. Buona fortuna, حبيبي. جو في مصيبة. Good afternoon. Nice to see you. State bene, Vito. يا جو يا صاحبي يا صديقي. حق لو جو ده جرى له حاجة أنا هزعل قوي. صديق العمر. اوكي هنروح ندور على جو. آخر مكان بقى عند فينشي البار اللي قالنا عليه ده. فهو الناس دول خدوه على هناك. طب خدوه ليه لا مؤاخذة يعني؟ هنعرف كل حاجة لا تقلقوا. اوكي وصلنا للبار اهو اللي بيقول عليه ده، اللي هو بار باربيكيو اوتيل، ولا الناحية التانية. معلش، موناليزا. ايوه موناليزا يا معلم، موناليزا يا موناليزا. بسم الله. Freeze and maybe I won't kill you. الله. Hi, fellas. Fellas. Keep the balls on this guy. Nice to see you too. Don't move a muscle. هتموتوني. Listen to the friendly bartender and stop fucking around, Vito. Now, first of all, فين صديقي؟ موتوني بس ما تموتوش صديقي. No funny business neither. The bartender's got the itchiest trigger finger in town. Huh? I'm not armed. Okay, so what? أنا معيش سلاح يا معلم. ها؟ We wasn't expecting you. I'm looking for Joe Barbaro. I heard some of your guys picked him up. Yeah, maybe. What are you trying to pull? Me and Joe didn't do nothing to you. Mr. Vinci doesn't seem to think so. He wanted a few things explained to him. So that's what Joe said. انتوا مش عارفين مين اللي خد جو؟ سابطوش. Why don't we go and join them? And what if I don't want to? These guns say you do. But don't worry. It's got a hell of a feel. اي يا اولاد الذين هيسحبوني مع جو. Hey, what's up, Joe? Hey, Joe. The assholes went to take a leak. يعزموك ولا ايه؟ But can you explain to me why the fuck we're here? That old fuck Vinci can't see what's going on right in front of his face. And he thinks I can explain it to him. Idiot. Oh, the happy couple is here already. Welcome, Vito. What's going on? Welcome, Vito. You got no reason to treat us like this. No reason? No reason? First, the business with Leo. And then all hell breaks out. The chinks, they're going nuts. Everybody's fighting like lunatics. And now, those yellow bastards are threatening to kill me. It's out of fucking control. Now, I'm too old for this shit. Ooh. So you're gonna tell me what the hell's going on here? هو شكوا في فينشي ان هم شغالين مع فينشي وهيقتلوا فينشي. I don't know what the hell's going on here. Believe me. Me and Joe ain't got nothing to do with it. That ain't what I wanna hear. Yeah, well, that's your problem. Cause we don't know shit about any of this. That's too bad. قول الحقيقة يا ابني، انت وهو يا ابني خليهم يفرجوا عنكم. اي. Finally, we don't got much time. We gotta do something. Alright. هتعمل ايه؟ Come on, help me out. I can't do it by myself. Okay. One, ساعدني. ساعدني يا ابني ساعدني. One,
two, three. Again. One, two, three. أيوة. بسرعة بقى قبل ما الزبون ده يجي. اديله بقى اديله على دماغه. أيوة حبيبي اديني. خلاص خلاص. اهدى اهدى. هات هات السلاح هات السلاح يلا. انت مش هتاخد سلاح؟ يا جو مش عارف سلاح؟ براحتك. في واحد هنا وفي واحد هنا. هات الاخ ده. واحدة 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 يا صاحبي. واحدة واحدة. هاتوا. السلام يا معلم السلامة. باي باي يا صاحبي. سلام يا صاحبي انت. شوفك في الجنة ان شاء الله. في جنة الخلد. في واحد فين تاني؟ اهو. هاتوا هاتوا اصطادوا اصطادوا. وزقوا من فوق على طول. ايوه مع السلامة. ايوه. يا ساتر. نزل على بلا وشه. فاضل واحد بقى. بالراحة يا اخوانا بالراحة. يا مستر جو انت فين؟ اوعى الواد ده الواد ده بيتحرك لحسن يشوفنا. ايوه اتنطى 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 يا حبيبي اتنطى. تعالى يا صاحبي. ارقد في سلام. بس كده. يلا يلا جو انت تعبان قوي. يلا يا جو خلاص هنروح هنروح يا حبيبي. يلا بينا بس. تعالى يا جو يلا. اوه ماي جاد في ناس كتير. يا وقعة بيضة. اوه شت 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 شت. ايه ده كله؟ اجري يلا اخرب بيت كده. يلا يا جو ما تقتحمش كده يخرب بيتك يخرب بيتنا بقى. ايوه خدت سلاح. الله ينور عليك. جبت منين السلاح ده يا ابني؟ هو نطش السلاح بتاع الواد جري خده بسرعه. اه في واحد هنا ننكشف مخه ولا ايه رايك نجيبه من. تعال يا حبيبي تعال. استنى يا جو ما تستغباش. المسدس ده خردة مش نافع. موت يا موت يا ساتر. بضربه بغشامة. السلاح ده تعبان قوي. ايه اوه ماي جاد. يا عم السلاح بيخلص بسرعة كده مش هينفع. هنموت. خد في راسك هيد شوت. خد 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 يلا. الله ينور يا جو الله ينور. يلا يلا مش فاضل كتير مش فاضل كتير. والله لو معايا رشاش كان زماني خلصت عليكم. اطلع يا ابن الايه. ضربني. هوي يلا جو فاضل لنا الجوز دول انتشهم. اديله بقى. توفى الى رحمة الله. فاضل الاخ ده. يلا جو اطلع يا اطلع لي يا حبيبي. ايوه مع السلامة صاحبي. ارقد في سلام. يلا يا جو يا صاحبي. هننزل منين؟ انت عارف الطريق؟ السلم فين يلا يا جو؟ عايزين ننزل. ايوه انت هتغطيني ها؟ اتاكد. طب غطيني وصوتي غطيني وصوتي. ايوه بسم الله الرحمن. اوه في جيوش في جيوش ظهرت على الماب.
يا ستار. اول واحد خسعني. يا ولا جونزل معايا يا لاد القطار يا لا ابن اللذين هيموتوني لو لوحدي. هاي 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 تعالى اديله على طول في دماغه. انا كل ما انزل خطوه هلاقي واحد كده كتير. ايه في حد هنا ولا ايه؟ المبنى ده كبير قوي كده ليه؟ مترشح بني ادمين. ده بيضرب ببندقيه. ما تيجي يا جو الحقني يا جو. هو فين؟ وفين الحيوان ده؟ ضرب ملطوف. كان معايا ملطوف سرقوه مني. فينو كم هير. There should be no way out. ايوه منين؟ ايوه خدني معاك خدني معاك ما تسيبنيش. يا نهار اسود. لا سيبني سيبني خلاص سيبني. ايه ده كله؟ يا عبيض. اي ريح يلا. هوي يا لهوي ده طلع لي منين؟ ده طلع لي في وشي كتير قوي كتير قوي. تريح يا حبيبي. يا حبيبي بطل رشاش يا ابن ال. ارتاح يا حبيبي ارتاح ارتاح ياتيك النجاح. خد خد كمان خد كمان. يلا اطلع لي اطلع لي اطلع لي بس. تصبح على خير. هوي ارتاح يا بابا. ايه في واحد هنا قاعد ورا. انزل انزل يا ابن اللذين. هرب. هاتوا من هنا هاتوا من هنا هاتوا من الناحية التانية يا ابن الايه. تعال يا بابا تعال تعال يا حبيبي. ده اخر الزبون ولا لسه في زباين تانية؟ يجو رد عليا يا ابني رد عليا يا حبيبي رد على الله يخليك. المجزرة اللي احنا فيها دي هننزل منين؟ انت عارف الطريق؟ ايوه يلا يا جو يلا يا جو. لقيت المكان يا جو. يلا ربنا طلعنا على خير من المكان ابن اللذينة ده. يا رب استرها معانا يا رب. ايه هننزل تاني ولا ايه؟ ومفيش نزول تاني احنا وصلنا للاخر كده. اوه ماي جاد في جيوش هنا جيوش.